مشاهدينا مساء الخير عليكم ومرحبا بكم في موعد جديد من عظماء رمضان. اليوم غادي نتكلموا على واحدة من المدن العظيمة في التاريخ الإسلامي، واختاريت نستحضر معكم الأحداث التاريخية لبناء مدينة القيروان. تاريخ الأمة الإسلامية حافل بأحداث وقائع عظيمة شكلت منعطفات حاسمة في مسار المسلمين بصفة خاصة والبشرية بصفة عامة، وشكل شهر رمضان الكريم مسرح زمني للعديد من الأحداث التاريخية. واليوم غنهضر لكم على بناء مدينة القيروان في عهد واحد من أبرز قادة الفتح الإسلامي، عقبة بن نافع. ما كانش عقبة بن نافع قائد عسكري محض فقط، وإنما كان صاحب عقلية مبدعة وفكر استراتيجي، حيث كتقول كتابات تاريخية بأنه كان خبير بشؤون المغرب والشمال الإفريقي. ومن خلال حملته الجهادية المستمرة على الشمال الإفريقي كان على دراية بأهمية بناء مدينة إسلامية في هذه البقاع، وهذا لعدة أسباب، من أهمها تثبيت أقدام المسلمين والدعوة الإسلامية في هذه الرقعة الجغرافية، من بعد ما لاحظ أمر مهم يتعلق بأهل المنطقة بالقول إذا جاءهم المسلمون يظهرون الإسلام، وإذا انصرفوا عنه رجعوا مرة أخرى إلى الكفر. وبالتالي فكان من ضروري بناء مدينة إسلامية لتجاوز هذه الظاهرة. ومن بين الأسباب أيضاً ضرورة تكوين قاعدة حربية ثابتة في مواجهة تهديدات الروم المتوقعة من بعد فتح الشمال الإفريقي. فأمر عقبة بن نافع بناء مدينة القيروان نهار 29 رمضان في العام 50 للهجرة، واختار لها موقع كيبعد مسافة 156 كيلومتر من العاصمة تونس، وكان الموقع كيتميز بالقرب من البحر مسافة يوم واحد، ومحاط بالجبال اللي كتحصنه وكتأمنه، كما أنه كيمتد على مساحة كبيرة كتسمح بتدريب الجيش وانطلاقهم للمعارك. وبالإضافة لكل هذه الامتيازات فالأرض كانت زراعية وكتسمح بالاستقرار وتربية الخيول والمواشي. وبهكذا انطلق بناء القيروان اللي كان الهدف منها جوج حوايج أساسية: الجهاد والدعوة. فكتخرج منها الجيوش للفتوحات والغزوات، وفي نفس الوقت كيخرجوا منها العلماء والفقهاء، وبالتالي غينتشر الإسلام أكثر بين سكان المنطقة، وساهمت في انتشار العربية بشكل كبير في شمال إفريقيا. للإشارة فالقيروان هي كلمة فارسية كتعني مكان السلاح ومحط الجيش أو استراحة القافلة وموضع اجتماع الناس في الحرب. وبهكذا فمدينة القيروان بقات لأربعة ديال القرون عاصمة الإفريقية والأندلس ومركز حربي للجيوش الإسلامية، وكتعتبر من أقدم وأهم المدن الإسلامية. إذا المشاهدين كانت هذه حكاية بناء مدينة القيروان على يد عقبة بن نافع. لقائنا غيتجدد بكم غدا إن شاء الله في حدث وشخصية جديدة من عظماء في رمضان.